حلقة اليوم الريجستر دو كوميرس سجل تجاري. كما كنعرفوا البحث ديالنا كيعتمد على مواقع موثوقه جريده رسميه ولا كسبير. وقبل ما نبداو الحلقه خصنا نفهموا شنو هو اصلا الريجستر دو كوميرس والناس اللي كيخرجوا به لبرا. الريجستر دو كوميرس هي واحد الملكيه تجاريه، يعني كما كتحفظ الدار ديالك يمكن لك تحفظ حتى الملكيه التجاريه ديالك. والسجل التجاري كما كنعرفوا يمكن يكون بيرسون فيزيك صار ولا صار له. وفاش كتبغي تفتح سجل تجاري كتسجل في تريزوري او في تريبينال. الاولى كتعطيك الباتانتا والثانيه كتعطيك التسجيل للملكيه التجاريه، ويمكن الكونطابل يقوم بهذه العمليه اصلا. وما نساوش هذا السجل التجاري عليه ضريبه السجل التجاري، وكيعطيك الصفه ديال التاجر، وفيه الضريبه المهنيه، وفيه امتيازات القروض، ويمكن لك تطلع به فيزا توريست. ها هاد فيزا توريست هي اللي غنهضروا عليها هاد الحلقه. بزاف المغاربه كنعرفوهم في اوروبا مشاو عن طريق الريجستر دو كوميرس وحرقوا هاد الشيء اللي داروا، ما فيه حتى شي عيب. اي واحد كيتمنى يعيش واحد العيشه زوينه. المشكل هو ان دوك الناس اللي مشاو بالريجستر دو كوميرس لاوروبا كيخليو الريجستر دو كوميرس محلول، وكاينين حتى شي ناس في وسط المغرب خليونه مفتوح. وبعض الناس كيظنوا انهم الا سدوا المحل ديالهم صافي التجاره ديالهم كتوقف. الا الا سديتي المحل ديالك خص تسد ريجستر دو كوميرس ديالك، دونك دير فاير سواء كنتي خرجتي لاوروبا او كاين في المغرب. لحقاش عليه ضرائب كيتزادوا وكيتراكموا. كاين اللي كيطلع لاوروبا 10 سنين 15 عام كيرجع للمغرب كيلقى في الضريبه ديالو كاينه 6 المليون 7 المليون ديالاش ديال ريجستر دو كوميرس. اصلا كانوا حاسبينك راك تاجر وكتبيع وتشري، وانت في الاول طلعتي داك ريجستر دو كوميرس على الخاوي، ما عندك حتى شي محل اصلا. وكما كنعرفوا القانون كيخولك انك تشطب على السجل التجاري ديالك، سواء اختياري انت تمشي تشطب على السجل التجاري ولا كما كنشوفوا امامنا الا توقف داك التاجر لمزاولة النشاط ديالو لمده اكثر من 3 سنين وكان عارفها رئيس المحكمه راه كيوقف لك السجل التجاري ديالك. ولا ما كانش عارف كيبقى مفتوح، وداك الشيء ما كيرجعش على داك السيد اللي كرالك المحل، كيرجع ليك انت. مول المحل ما عنده حتى شي علاقه بالسجل التجاري. دونك النصيحه ديالي للناس اللي في اوروبا او في المغرب وما سدوش السجل التجاري، يمكن لكم تسدوه، ديروا فايت تعلنوها في التريزوري وفي التريبينال المحكمه التجاريه، وكنظن غتلقاو شي ضريبه عليكم في التريزوري خصكم تخلصوها. وفاش يتسد عاده تسمى ساليتي المهنه او التجاره ديالك. الناس اللي في الخارج اللي ما قادين شي هبطوا، دونك مازال ما قادوش الوراق ديالهم وما قادوش يهبطوا للمغرب، يمكن لك دير وكاله للام ديالك والاخت ديالك والاب ديالك من السفاره وارسلها لهم في المغرب، وهما يمشيو يديروا لك فايت. والغرامات ديال التاخير كتزاد والضريبه كتزاد، يعني التعامل الغرامات مع التاجر ماشي هو الغرامات ديال مول السكنه او ضريبه السكن او ضريبه البيع. الضريبه ديال التاجر كتبقى غاديه وكتطلع. وفرق علي هذا الفيديو باش يستافدوا الاخوان كاملين. يا وريده بابل ابي صندل لوفا برا.